السلام عليكم. دعونا نتحدث عن القصة، قصة سهسهوبي الذي قابل الشيطان. بسم الله ننطلق. حامد آدم هذا طفل سوداني صغير في السن، كان يبغى يتعلم العلم، فحفظ القرآن وتعلم العلم على الطريقة الصوفية التيجانية. فلما رأوا منه حب العلم والبزوغ في العلم، قالوا له أنت الآن انتقل إلى المرحلة الثانية، فأرسلوه إلى قرية أخرى. وعندهم في الطريقة مراحل لارتقاء في العلم، حتى وصل إلى مرحلة وتد. الوتد هذا يعتبرونه مثل الجبل يثبت الأرض. ثم انتقل لمرحلة أعلى وشيخ أكبر منه، فلما تعلم وجلس يخدمه 5 سنوات حتى وصل إلى مرحلة القطب. طبعا عندهم قاعدة في العلم، لا تعترض فتطرد، يعني أنك تكون مثل الميت في يد مغسله، فما يقول لك الشيخ تنفذه بدون أي سؤال أو استفسار. في هذه الأثناء توفي أحد الأقطاب، وعندهم الأقطاب 4، كل قطب يحفظ جزء من الأرض، ففيه الشمال والجنوب والشرق والغرب. طبعا اللي توفى القطب مسؤول عن الشرق، فعينوا حامد آدم ليكون ذلك القطب، يعني السعودية وما وراها كلها في ولاية. ندخل الآن للجد، كيف تعلم السحر وكيف أصبح قطب؟ طبعا حتى تصبح قطب لازم أنك تكون أحد أكبر السحرة. قال له شيخه الآن أنت أصبحت مؤهل لأن تكون قطب، وحتى تدخل للمرحلة هذه لازم تدخل الخلوة. كيف الخلوة هذه؟ وش طريقتها؟ طبعا الخلوة هذه أنك تبقى في خيمة مغلقة تماما لمدة 41 يوم. في هذه الأيام تأكل فقط 3 تمرات وتشرب الماء، وطبعا تنزع كل ملابسك، تبقى في هذه الخيمة عاري تماما. قال له شيخه طبعا تتوقف عن الصلاة وجميع العبادات، فقط تقول هذا الذكر، وخيروا بين مجموعة من الأذكار كلها من القرآن، فاختار من بينها 5 آيات، كل آية فيها 10 قاف، يعني مجموعها 50 قاف. طبعا يقرأها بطريقة مختلفة، إما يقرأها بالعكس أو يقرأها يضيف عليها أشياء، أو بحيث أنه يشوه هذه الآيات ويحرف فيها. الشاهد دخل الخيمة وقال أوصيك بوصيتين، إذا جاءك سهسهوبي لا تخاف، وكل ما يطلب منك نفذه، طبعا راح يجيك بصورة مخيفة حتى يخوفك، فإن خفت خسرت الدنيا والآخرة. فعلا في ليلة 41 أتى إليه شخص وقال كلمات، ثم قال عليكم. طبعا سهسهوبي ما يقول أسماء الله، فقال يتمتم بكلمات ثم يقول عليكم، فلا يقول الاسم اسم الله، وإنما يقول عليكم. يقول وبعدها تغيرت الأحداث وتغير الموقف وتغيرت الخيمة وكل شيء اختلف، حتى أني صرت أشوف أشياء مختلفة. فرأيت من بعيد ذبابة فهجمت على حرباء وأكلتها، ثم هجم قط على الحرباء فأكل الحرباء، ثم أتى كلب أكل القط، ثم أتى نمر أكلهما، فأتى أسد وأكل النمر. وأنا أسمع الصوت وتحطم العظام وصوت الصياح، ويقول حتى الدم كان ينقط على جسدي. ثم أتى فيل وأكل الأسد، ثم أتى ضفدع من مسافة بعيدة، وكلما اقترب نحوي كلما كان يكبر أكبر. يقول موقف كان مخيف ومرعب جدا، ولكني تذكرت إن خفت سوف أخسر الدنيا، سوف أنجن وأخسر الدنيا والآخرة. فوقفت أمامي الضفدعة، يقول بحجم باص 24 راكب، ثم نظرت إلي وتحولت إلى صورة مرأة وجهها جميل جدا، ولكن من الرقبة وأسفل شكل سمكة يختلف تماما وطويلة جدا. فقال له أنا صاحبك سهسهوبي. سهسهوبي أحد قادة الجن، كان تحت إمرته 286 من. قال له أغمض عينيك، فغمضت عيني، ثم قال انظر إلى السماء ماذا تشاهد؟ فكنت أشاهد الحروف الأبجدية كاملة. ثم قال له إيش تشاهد جنب الحروف؟ قال طلاسم. قال اكتبها وسجلها في الورقة، كان عنده ورقة يسجل فيها كل طلسم مكتوب في السماء. ثم قال له سهسهوبي
أنا سوف أطلب منك أشياء، هل تنفذها؟ قال نعم، إيش هي؟ قال أولا، قال لي سهسوه بسب الدين فسبيته، قال سب الملائكة، ثم قال لي سب محمد، ثم قال لي سب الله. وفعلا فعلت كل شيء طلبوا مني، لأنه يقول لي شيخي لا تعترض ونفذ كل طلباته. طبعا القصة حقيقية، واللي يرويها ما زال حي، وكان ساحر لمدة 17 سنة، ثم من الله عليه وتاب وترك السحر. ثم قال سهسهوبي جميع طلباتك نفذها، ولكن قبل كل طلب لازم أنك تشرك بالله حتى أنفذ طلبك. فتمرس السحر، وكان من طلبات سهسهوبي قال له لا تصوم ولا تصلي العصر، قال له صلاة العصر لا تصليها نهائيا. يقول حامد آدم كيف كنا نرهب الناس حتى يعبدونا ويتوسلوا إلينا ويحسوننا أهل كرامات وأهل صلاح. يقول حامد آدم في امرأة جت تبغى تقدم لي هدية خروف، فأخبرني سهسهوبي قال لي ترى امرأة جايتك وهي في الطريق إليك. فكان سهسهوبي الخبيث عنده خطة، فقال سوف أتشكل لها على شكل ذئب وأهجم عليها، فإذا قالت يا شيخ أو يا حامد تركتها وذهبت. فعلا وهي مرة في الطريق هجم عليها الذئب وسمعت صوته وشافت شكله، فلما قالت يا شيخ يا حامد تركها وذهب. فلما وصلت إلى الشيخ قال لا ما صنع الذئب، قالت شكرا لك أنك أنقذتني من الذئب، بذلك يخدعون الناس قاتلهم الله. يقول في أحد الأيام كنت أسولف مع سهسهوبي، فقال لي أنا وأبي زمان وأنا شاب عمري 700 سنة ذهبنا لمقابلة الشيطان. يقول فذهبت إلى عرش الشيطان على الماء وجلست معه ودخلت وتشرفت بالسلام عليه أنا وأبي زمان. يقول حامد آدم والله ما أعلم أن عرش الشيطان على الماء إلا من سهسهوبي، لكن وين عرش الشيطان؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه أي جنوده، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم ويقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم ويقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول نعم فيلتزمه يعني يحتضن. هدف السحرة في الاتصال مع الشياطين هو إيقاع الناس في الأذى والشرك بالله، وهذا وعد الشيطان عندما قال لأحتنكنه وذريته. لاحظ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الساحر أن عرش الشيطان على الماء، مهما بلغت قوة الشيطان أو السحر بذكر الله والقرآن فإنها تبطلها جميعا. وصلى الله على نبينا محمد.